حتى يتبين لهم انه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة سؤال يردني كثيراً هل تؤمن أو هل تعتقد بوجود عذاب في القبر؟ الحقيقة أيها الأحبة هذا السؤال لم يكن يطرح، يعني قبل عشرات السنين لم يكن أحد يطرح مثل هذا السؤال. للأسف كثر المشككون. وكثر من يخطئون في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي فهم آيات القرآن فاعتقدوا أنه لا يوجد عذاب في القبر لذلك أنا من خلال الدقائق القليلة القادمة سوف أوضح لكم المعنى الذي أنا أفهمه من آيات القرآن التي تدل بها على أنه لا يوجد عذاب في القبر أول شيء أيها الأحبة هناك سورة الصافات، الله تبارك وتعالى يقول في موقف اول موقف من مواقف يوم القيامه بعد البعث مباشره فإنما هي زجره واحده فإذا هم ينظرون، زجره يعني الصيحة عنيفه جدا نفخه في الصور عنيفه جدا تجعل الخلائق يخرجون من من القبور من الاجداث كانهم فراش منتشر يصور لك القرآن ماذا يقول الكافر في هذه اللحظة، لحظة خروجه. الآن أيها الأحبة نحن لدينا احتمالان قبل أن نكمل الآية، أو الآية التالية. الاحتمال الأول أنه لا يوجد عذاب قبر، يعني هي فترة رقود ليس فيها شيء، لا يعرف مصيره الكافر، لأنه حسب نظريتهم التي يدعون أنه لا يوجد عذاب قبر، لا يوجد شيء، فإذا مصيرك لم يتحدد بعد. يعني انت لنفرض ان هناك انسان كافر ملحد ومات انتهى كل شيء، لا يوجد شيء، بالنسبه لمن يقول لا يوجد عذاب، لا يوجد نعيم، لا يوجد اي شيء، فهي فتره لا يشعر فيها باي شيء بانتظار الحساب، فهو لا يعلم مصيره بعد، هو لا يعلم ما الذي سيحدث، بل انه يعتقد انه من اصحاب الجنه، لان كثير من الملحدين او كثير من من المنافقين، كثير من الظالمين اليوم يعتقد انه اذا رجع الى الله سيضعه في مراتب عليا في الجنه، هكذا يعتقد الذي كان ذو غنى واسع في الدنيا وهو ضال يعتقد ان الجنه ستكون له دون الفقراء، هكذا اعتقاده طبعا، فهذا الانسان عندما يبعث يخرج اول لحظه فانما هي زجره واحده فاذا هم ينظرون مجرد انه خرج ونظر ماذا يقول قلنا لدينا احتمالان اما انه لا يوجد عذاب قبر وبالتالي سوف ينتظر ان يحاسب ثم يتحدد مصيره الى الجنه او النار ثم يصرح بعدها اذا كان يوجد عذاب قبر فلابد انه راى مصيره الاسود في جهنم ورأى انه وعانى من العذاب في هذا القبر ولكنه عذاب للنفس دون الجسد وبانتظار الدخول الى النار هو ينتظر الكافر في قبره ايها الاحبه طبعا الجسد يتركه وراءه النفس نحن نتحدث عن النفس هنا النفس التي توفاها الله يعذبها يسمى عذاب القبر يعذبها يعرضها على النار كل يوم النار النار يعرضون عليها غدوا في الغذات يعني في الصباح وعشيا في المساء يعني عند شروق الشمس وعند غياب الشمس غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا غدوا وعشيا هكذا هذا في الدنيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب اذا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا اين؟ في الدنيا. يعني هنا طبعا اذا بحثنا عن هذه الايه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ماذا يوجد قبل هذه الايه ايها الاحبه؟ كلام ذلك الانسان المؤمن الذي كان يكتم ايمانه وهو من ال فرعون كان مسؤول كبير يعني بمرتبه وزير ولكن يكتم ايمانه امن بموسى وكتم هذا الايمان ويقدم نصيحه لفرعون ومن حوله بعد ان قدم النصائح ولم يستمعوا له قال لهم فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا هنا اود ان اخذ جزئيه ليس لها علاقه بالموضوع ولكن مهمه ايها الاحبه اذكر بها اذا ظننت ان هناك احد يمكر بك قد يكون صديق او جار او في العمل أو في أي شيء تخاف أن يؤذيك تخاف شخص أن يمكر بك ليجعل تجارتك تخسر ليسيء لك في مجال ما ماذا تقرأ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سيأتيك الجواب فورا كما أتى ذلك المؤمن من آل فرعون الذي كان يكتب إيمانه فوقاه الله سيئات ما مكروه وحاق بآل فرعون سوء العذاب أحاط بهم سوء العذاب النار ما هو العذاب؟ إذا هذا الدليل أيها الأحبة على وجود عذاب في القبر دققوا معي نحن نريد أن عندما نقرأ آية أن نقرأ ما قبلها وما بعدها وبقية الآيات تدبر ليس مجرد أن تأتيني بكلمة من هنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا انتهى يعني مرقدنا يعني لا يوجد عذاب قبر ليس هكذا يفسر القران ليس هكذا يفهم القران فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب ما هو سوء العذاب نتساءل الايه التاليه من سوره غافر تفسر لنا سوء العذاب هو نوعين في الدنيا وفي الاخره يعني في الدنيا بعد الموت النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر، ويوم تقوم الساعة يوم القيامة ماذا؟ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذا أنت أيها الكافر سوف تعرض على النار غدوا وعشيا، هذا نوع من العذاب تصور أنك تأتي بإنسان كل يوم تهدده بالإعدام مثلا، كل يوم كل يوم كل يوم سينهار بعد فترة ربما يموت من دون أن تفعل له شيء إذا التهديد بالعذاب اسوأ من العذاب نفسه، يعني مثال على ذلك هناك اناس يمرض فينتحر لانه يعذب، يقول لك انا اريد ان اموت وارتاح، وطبعا هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. هناك انسان يتوهم انه سيخسر، هذا الوهم اسوأ من الخسارة ذاتها. هناك انسان يخاف ان يمرض مرض معين مثلا. هذا الوهم عندما يتكرر له اثار سلبيه مدمره اكثر من المرض نفسه ايها الاحبه، لذلك الله تعالى قال: وحاق بال فرعون سوء العذاب، سوء العذاب، ما هو سوء العذاب؟ نوعين، نوعان، في الدنيا في القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا باستمرار عذاب ويوم تقوم الساعة أدخل ال فرعون اشد العذاب. اذا ايها الاحبه هذه ايه واضحه وصريحه ومباشره تقول لك هناك عذاب بعد الموت، كيف تقول لا يوجد عذاب في القبر؟ الشيء الثاني عندما يقول الله تبارك وتعالى فإنما هي زجره واحده فإذا هم، طبعا هذه ايه يوم القيامة عندما يخرج هذا الانسان، قلنا هناك احتمالان احتمال انه لا يوجد عذاب قبر اذا سوف يخرج وينظر فاذا هم ينظرون ينظر لا يعرف اي شيء سوف ينتظر الحساب ولكن الايه لا تقول ذلك الايه لا تقول ان هذا الانسان يخرج ولا يفعل اي شيء ينتظر الحساب لا فانما هي زجره واحده فاذا هم خرج مباشره ينظرون وقالوا اول شيء يقوله ما هو؟ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، يعني انسان انت تهدده في القبر ليلا نهارا بالعذاب، كل يوم سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، عذاب, عذاب 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 عذاب، ثم ياتي يوم الدين هو الذي كان يحذره ويتمنى انه لا ياتي، لذلك ماذا يقول في هذا الموقف ايها الاحبه؟ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، انت متى تقول يا ويلي؟ اذا لم يكن هناك عذاب في القبر، ولا تعرف مصيرك بعد، لماذا تقول يا ويلنا؟ اذا لابد انك رايت شيئا جعلك تقول يا ويلنا، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، اذا هناك ترقب لمصيرك الاسود في النار. هناك ترقب وانت ترى النار كل يوم، تعرض على النار كل يوم وتعذب بهذا العذاب الذي هو أسوأ ربما مما لو أحرقت في النار وحاق بآل فرعون لم يقل العذاب الكبير أو عذاب عظيم قال سوء العذاب عذاب سيء أن تعذب إنسان من دون أن يعني تهدده بالعذاب إذا أيها الأحبة وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل يأتيهم الجواب الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون أيها الظالم أيها الملحد أيها المشكك أيها المتكبر هذا الموقف فقط تذكر أنك ستقف مستسلما أمام الله يوم القيامة وأمام جهنم هي تواجهك وتنتظرك يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد الآية الثانية أيها الأحبة التي يستدلون بها في سورة ياسين ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث أي من الأرض من القبور من كل مكان الأجداث تشمل حتى أعماق المحيط تشمل بقايا هذا الإنسان التي تحجرت في أعماق الأرض ربما لذلك لم يقل يبعثون من القبور قال صيحة واحدة فإذا هم من الأجداث أي الأماكن التي كانوا يستقرون تستقر بقايا قلنا إن عجب الذنب الأرض تأكل كل شيء إلا عجب الذنب هذا الجزء الصغير الذي الله أعلم به يبقى ولا يفنى ولا يبلى حتى لو ابتلعك حوت يبقى هذا الجزء ويموت الحوت وتمضي آلاف السنين ويبقى هذا الجزء محفوظا الذي فيه شفرتك الوراثيه منه تركب ومنه تبعث يوم القيامه فتخرج من هذه الاجداث سواء من قبر سواء من باطن الارض سواء من جبل اين استقر هذا الجزء في اي ارض تجد ان هؤلاء الناس يخرجون بسبب هذه الصيحه ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقادنا، سبحان الله اذا يا ويلنا تتكرر هنا لو لا لو كان هناك رقاد ايها الاحبه لماذا يقول يا ويلنا؟ يعني انت الايه التي تستدل بها على انه لا يوجد عذاب قبر فيها عذاب فيها العذاب هي دليل على عذاب القبر ساكرر ايها الاحبه ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون يخرجون قالوا اول ما يقول الانسان الكافر يا ويلنا على اي اساس يقول يا ويلنا لو لم يكن هناك عذاب لماذا المؤمن لا يقول يا ويلنا فقط الكافر لماذا المؤمن تجده سعيدا عندما يبعث لانه يترقب لقاء الله سبحانه وتعالى ويرجو لقاء الله الذي قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين هذا الموقف أيها الأحبه ما الذي يجعلك أيها الكافر تقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا الذي جعلك هو العذاب الذي رأيته في القبر هذا هو هذا هو الموقف بالضبط يعتبر هذا الكافر أن المرقد هو مرقد الجسد وليس مرقد النفس النفس لا ترقد، تمام ايها الاحبة؟ إذا من قال انه لا انه لا يوجد عذاب قبر ظن ان النفس راقدة ايضا، النفس تخرج، الله يتوفى الانفس، إذا النفس لا ترقد في القبر ولا تستقر ولا تدفن مع صاحبها، هي تخرج الذي يدفن ويستقر ويرقد هو الجسد ايها الاحبة، وهذا الجسد لا يعذب لان لانه خلايا تموت ماتت وتفككت وتحول الى تراب العذاب للنفس حتى انت الان في الدنيا وانت حي الذي يعذب هو نفسك عندما تحترق هذا الجسد هذا الجلد ليس لديه احساس هذا عباره عن وسيله فقط وهناك اعصاب للاحساس موجوده تحت الطبقه الثالثه من طبقات الجلد تتصل مع الدماغ هي التي تحدث هذا العذاب للنفس لانك لو اخذت مثلا مخدر عام لن تشعر الطبيب يقطعك ويقوم بعمليات جراحيه وانت لا تشعر بشيء، لماذا؟ لان هذه الاعصاب التي تنقل هذا الاحساس الى النفس توقفت، ففي القبر ما الذي يحدث؟ الجسد مات ورقد والنفس تعذب وتعرض على النار كل يوم، كل يوم تعرض حتى ينهك صاحبها، فاذا احيا الله هذا الجسد وأخرجه من مرقده المكان الذي رقد فيه واستقر أخرجه الله هذا الجسد وجعل النفس والجسد مع بعض قال تعالى هنا مفهوم جديد وإذا النفوس زوجت يعني رجعت هذه النفس لتشكل زوجا مع الجسد يعني في الدنيا أنا الآن عبارة عن نفس وجسد مع بعض زوج نفس وجسد. لحظة الموت تنفصل النفس عن الجسد، الجسد يبقى في الدنيا، النفس تعبر إلى ما وراء البرزخ، هذا موضوع تحدثنا عنه في سلسلة عالم الغيب موجودة. هذه النفس أيها الأحبة التي كانت تعرض على النار، تعرض على النار ولكن وهي تعلم أنه سيأتي اليوم الذي يبعث الله فيه هذا الجسد ويزوجه مع النفس وإذا النفوس زوجت وسيدخل نار جهنم خالدا فيها، هو يعلم هذا الكافر وهو في قبره فهو يحذر ويتحسب، لذلك بمجرد أنه أن الله بعثه وأخرج أول شيء يقوله يا ويلنا وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، الآية الثانية قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعني جسدنا كان راقدا وكنا نعذب ولكن عذاب نفس الان اصبح العذاب للجسد والنفس معا في نار جهنم يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ايضا هنا ياتي الجواب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون طب هذا دليل على ان الايه التي تدل بها من ينكر عذاب القبر هو فهمها خطا فهم ان النفس ترقد وهذا خطا ايها الاحبه لان الله يقول قل يتوفاكم ملك الموت والوفاه كل النفس الوفاة تكون للنفس يتوفى يعني يخرج هذه النفس وتخرج إلى حيث الله يعلم، المؤمن نفسه تصعد إلى السماء، تفتح لها أبواب السماء، وهذا موضوع إن شاء الله سأفصل فيه في لقاء خاص عن مصير النفس بعد الموت، وأنا أعتقد أن نفس المؤمن تفتح لها أبواب السماء وتصعد هذه النفس إلى الله. كما قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس الخبيثة، نفس الكافر، تأتي لتخرج تغلق أبواب السماء أمامها، تبقى على هذه الأرض وتبقى تعذب بطريقة يعلمها الله. لماذا لا تفتح لها أبواب السماء؟ استمعوا إلى هذه الآية أيها الأحبة، آية مهمة جدا. الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، اسمع أيها الملحد، اسمع معي هذه الآية وخذ نصيحة تفكر فيها، إن الذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بهذا القرآن واستكبروا عنها، ما هو مصيرهم؟ لا تُفَتَّح لهم أبواب السماء، ما معنى ذلك؟ أي أن هذه النفس التي خرجت إذا كانت مؤمنة تفتح أمامها أبواب السماء لتصعد إلى بارئها سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة أرجع إلى ربك راضية مرضية إذا كانت نفسا ملحدة لا تفتح لها أبواب السماء إذا لا تفتح لهم أبواب السماء هذا في الدنيا في القبر بعد الموت ولا يدخلون الجنة في الآخرة ماذا؟ يعني في الدنيا لا تفتح لهم أبواب السماء لكي تصعد هذه النفس إلى السماء حيث الملائكة وحيث النور تبقى على الأرض وفي الآخرة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. سبحان الله القرآن يعني سمى الذي يكذب بآيات الله مجرم، هل هذه دعوة لنفهم أو لنصحح مفاهيمنا عن الإجرام؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُفتح لهم أبواب السماء ولا، هذا في الدنيا، ولا يدخلون الجنة في الآخرة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. إذا أيها الأحبة هذا دليل ثاني على أن نفسك أيها الملحد سوف تبقى تعذب ولن تصعد إلى السماء، هذا نوع من العذاب. شيء آخر أيها الأحبة أنت عندما تموت ما هو مصيرك سوف جسدك يستقر ويرقد ولكن هذه النفس سوف تغادر فهل تحب أن تبقى نفسك على الأرض أم تصعد إلى السماء يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية بما أن هناك عذاب هل هناك نعيم لابد أن يكون كذلك الله تبارك وتعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون طب اذا كان الشهيد الذي جاهد وقتل في سبيل الله كان حيا يرزق عند الله وهذا الحديث هذا الكلام في الدنيا وليس في الاخره يعني هم احياء في الدنيا بعد موته اذا هذا نوع من انواع النعيم ايها الاحبه احياء عند ربهم يرزقون فرحين طب الفرح هل هو عذاب ام نعيم نعيم هؤلاء الذين كفروا والحدوا واستكبروا وكذبوا بايات الله سوف يعرضون على النار غدوا وعشيا هذا في في بعد الموت بانتظار يوم القيامه، يعني هو في حاله خوف وترقب وعذاب حتى تقوم الساعه، لذلك اول كلمه ينطق بها يا ويلنا. اذا ايها الاحبه لا يوجد ايه واحده في القران تقول انه لا يوجد عذاب بعد الموت، والايات التي تم تفسيرها على انها دليل على انه لا يوجد عذاب بعد الموت هذا الفهم خاطئ وقاصر وغير عميق لذلك نؤكد ايها الاحبه من القران ان هناك عذاب بعد الموت بل لحظه الموت وساختم بهذه الايه التي يقول الله تبارك وتعالى فيها ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم اليوم يوم الموت تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون طب هذه الآية أليس فيها عذاب لحظة الموت ماذا يوجد هنا اليوم اليوم أيها الأحبة اليوم تجزون عذاب الهون هو لم يمت هو هذه الآية من سورة الأنعام تصور لك لحظة ما قبل الموت ماذا يحدث؟ ما قبل الموت ايها الظالم ستتعرض الى هذا الموقف ولو ترى اذ الظالمون هذه الآية أيها الأحبة معلومة جانبية فيها الشفاء أيضا لمن يشعر بالظلم. إذا شعرت أنك مظلوم وظلمك إنسان تذكر هذه الآية هذا الإنسان سوف يكون هذا مصيره وهو قريب في أي لحظة الموت قريب. تذكر أن هذا الظالم الذي ظلمك سيمر بهذه المرحلة العذاب عذاب الهون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا عذاب القبر وأنصحكم أحبتي أن تكثروا من الاستعاذة من عذاب القبر تقول أعوذ بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر وهناك أدعية كثيرة موجودة على الإنترنت يستطيع أي إنسان أن يحفظها يكتب أدعية عذاب القبر أو أدعية الاستعاذة من عذاب القبر فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من عذاب ما بعد الموت أو عذاب القبر ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من هذا الموقف العظيم وأن يجعلنا من أصحاب النفوس المطمئنة التي إذا صعدت إلى خالقها فتحت أمامها أبواب السماء ونكون جميعا إن شاء الله ممن قال الله تعالى فيهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حتى يتبين لهم انه الحق